برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية مع الأب جورج شرايحة، قدم حلقة متميزة بعنوان الحياة عطية الله. وقد استضاف البرنامج عبر اتصال هاتفي الأب فرح حجازين، فإلى هناك. أبونا نتحدث اليوم عن الحياة عطية الله، وكنت عم بيحكي مع أبونا جورج أنه معنى الحياة، كيف ربنا الحياة اللي بيعطينا، هل هي الحياة وزنة أو موهبة أو نعمة، أم هي الحياة هي النفس اللي بناخده اللي بيوجده ربنا في حياتنا أول ما بنخلق. فأنت طبعا كلنا أذان صاغية، نحن والمشاهدين واللي كمان أيضا على صفحتنا على نورسات جوردان، مننتظر كلامك يا أبونا وإرشاداتك وتعليمك. كنا أسرة شاركتنا أتحدث لكم للمستمعين. الله يسعدك يا رب. يسعدك. في الإنجليز عندهم مثل بقول time is gold، الوقت هو من ذهب. نعم. يعني بما معنى أن الإنسان إذا أحسن استعمال الوقت يستطيع أن يكسب ذهب، ولكن أنا بقول أن الزمن هو لسه أكثر من أنه الإنسان يكسب الذهب، بإمكان إذا أحسن استعماله أن يكسب الحياة الأبدية. نعم. من أجمل هدية وهبها الله للإنسان هي الحياة. الحياة هي الوزنة التي يجب أن نستثمرها وإلا تسترد منا. الحياة هي حبة الخردل التي يجب أن تنمو وتستظل في أغصانها عصافير كثيرة. الحياة هي شجرة التينة التي يجب أن تثمر ولا تخيب أمل سيدها. الحياة هي الكرمة التي يجب أن تقنب لتعطي ثمرا كثيرا. فلا نضيع هذه الحياة على مثال الابن الشاطر سعيا وراء الملذات المحرمة التي لا تحقق السعادة بل التعاسة. فلا نضيع هذه الحياة على مثال ذلك الغني الغبي الذي أمضى حياته يجمع المال ثم فجأة جاءه الموت وترك كل شيء. فلا نضيع هذه الحياة على مثال ذلك العبد الذي ائتمنه سيده على أهل بيته فأساء معاملتهم قائلا في نفسه إن سيدي يبطئ، فكان جزاؤه الطرد. فلا نضيع هذه الحياة على مثال العذارى الجاهلات وننام في الظلمة في هذه الحياة الدنيا إلى أن يأتي العريس ونحن نيام فنحرم صحبة العريس يسوع. فلنحيا هذه الحياة الدنيا، وهذا موضوع حديثنا، أولا مع المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، وثانيا نحيا هذه الحياة بعمل الخير. أولا مع المسيح الطريق والحق والحياة. يسوع هو الطريق المؤدي إلى الآب، وما أحوجنا في هذه الحياة الدنيا إلى معرفة الطريق الصحيح، إذ ما أكثر الطرق وما أوسعها التي تؤدي إلى الهلاك. قال توما يوما للرب: يا رب إننا لا نعرف أين نذهب، فكيف نعرف الطريق؟ أجابه يسوع: أنا الطريق والحق والحياة. فليكن المسيح هو النجم المجوسي في حياتنا. إن الله نور لا ظلام فيه. عندها لن نخرق بل نردد مع داود النبي: الرب راعي فلا يعوزني شيء. إني ولو سلكت في وادي ظلال الموت لا أخاف سوءا لأنك معي. يسوع هو الحق، أنا هو الحق، أنا نور العالم. فمن آمن واتبعني لا يخبط في الظلام بل له نور الحياة. المسيح هو الحق، يعني هو الذي يعلمنا حقيقة الله أي الله محبة، ويعلمنا أيضا حقيقة الإنسان أي أن الإنسان قد خلق على صورة الله ومثاله، وأن الله أحبه حتى أرسل ابنه الوحيد لخلاصه، والابن أحبه حتى بذل نفسه فداء عنه. هذه الحقيقة تحرر الإنسان من عبودية الخطيئة. يقول لنا القديس يوحنا الحبيب في رسالته الأولى: إذا زعمنا أننا نشاركه ونحن نسير في الضلال كنا كاذبين ولم نعمل الحق، وأما إذا سرنا في النور كما أنه في النور فقد شارك بعضنا بعضا ودم ابنه يسوع يطهرنا من كل خطيئة. هذا ما نكتشفه في كلمة الرب. كلمتك يا رب مصباح لخطاي ونور لسبيلي.